رح نتابع محطاتنا، وهلأ رح نكون مع علي وحلقتنا عن السوشيال ميديا. صباح الخير. صباح النور. بينعاد عليك علي. وعليك وعلى اللي عم يحضرونا كمان. ما هيك هلا كله هلا عم ببلشوا معايدات على الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى كل المحلات. اليوم رح نحكي عن مواضيع عديده بخلال حلقتنا. بنبدا اليوم هلا من الانستغرام ترندز اللي عم يصيروا بالسعوديه، بالمملكه العربيه السعوديه. في موقع الكتروني كتير كبير بالسعوديه اسمه عالم التقنيه، عمل دراسه ل الانستغرام بالسعوديه، وعاده عندنا بالعالم العربي ما كثير بيهتموا بهالدراسات، يعني عاده بنشوفها لبلاد برا. نعم. لانه بيكون في شركات مختصه بتقول لك شو اكثر ترندز موجوده، شو اكثر فلترز عم يستعملوها العالم، نحن هون ما كثير بيهتموا. فتفاجأت بهيدي المقاله اللي نزلتها عالم التقنيه عن السعوديه، وحبيت شاركها خصوصا انه من مؤخرا يعني نزلت عم تحكينا عن الترندز تبعول 2017 كلها سوا. اوكي. سو كم شغله هيك على السريع، هي الويب سايت تبعهم tech-wd.com، اسمهم عالم التقنيه. اكثر خمس مدن بتتمحور حواليها بوست الانستغرام، يعني الناس اللي بهاي المدن عم يعملوا بوست بالترتيب هن الرياض، جده، مكه، الدمام، اخر شيء المدينه المنوره. اوكي. هول التوب 5 بهذا الترتيب. هلا في عنا الفلترز كمان، بالحلقه الماضيه حكينا سبيسيفيكلي عن الفلترز حول العالم، الناس شو عم تحب. بالسعوديه في عنا التوب 5 كمان نورمال، رح نتفاجئ انه اغلب الناس عم يحبوا ما يحطوا فلتر. اوكي. شو هيدي شغله حلوه. بعد النورمال عم يكون في كلارندن، ثالث شيء جينجام، رابع شيء جونو، وخامس شيء لارك. اوكي. هول بالسعوديه التوب 5 اللي بيستعملوا انستغرام حيكونوا عارفين اكثر فيهم. وتوب 3 هاشتاجز، اكثر ثلاثه هاشتاجز على الانستغرام تم استعمالهم خلال 2017. خلال 2017 حسيتهم شوي انترستنج. اول شيء رومانسيه. سو شكلهم الاجواء الرومانسيه ماشي. ساعات نسائيه. اوكي. وهي بعتقد كمان لها علاقه بال يعني الثورة اللي صارت بهالسنة لحقوق المرأة. صحيح، يعني السماح بالقيادة للمرأة بال 2018، حتى إطلاق كمان مشروع إنه رح يصير في سينمات كمان هيدي مختلطة صلاة سينما بخلال 2018. ملاعب رياضية كمان. فعلاً فعلاً هيدا الشيء هيك عم بيصير فيه تطور كتير قوي، عم بيصير فعلاً على القرارات اللي عم تنعطى لل 2018 في يعني أمور كتير إن شاء الله ناطرتنا. إن شاء الله. وثالث شيء جيمر. جيمز، السعودية كثير بيستهلكوا الفيديو جيمز. سو جيمر كانت هي ثالث هاشتاج عم يستعملوها بالسعودية على الانستغرام خلال 2017. اوكي. سو هيدي كانت الارتيكل، إذا بد في تفاصيل أكثر هول اللي حبيت أنا شارككم، إذا حابين تفوتوا على عالم التقنية رح تلاقوا تفاصيل هيدي الدراسة. نرجع لموضوعنا اليوم. اوكي، اليوم لأنه حكينا عم يوصلنا كثير معايدات وهيك، سو شو أكثر شيء بيصير، شو أكثر شيء بنخسره بفترة الأعياد على التليفون؟ ميجا بايت. صورة من هون، فيديو من هون، أكثر شيء بنخسر الميجا بايت. سو عم نحكي اليوم عن اللايت فيرجنز أو الفيرجنز الخفيفة من الأبلكيشنز اللي بنستعملها أكثر شيء. اوكي. يعني في عندنا فيسبوك لايت، وفي عندنا تويتر لايت عم نشوفهم هون، وفي عنا ماسنجر لايت. اوكي. شو بيعملوا هو؟ هن تطبيقات رسميه. يعني فيسبوك منزله فيسبوك لايت، وتويتر عندهم تويتر لايت. الهدف من هاي انه يوصلوا للاشخاص يلي ما بدهم يصرفوا كثير ميجا بايتس او داتا على التليفون تبعهم. نحن بنعرف انه اكثر ابلكيشن اليوم بتصرف على الموبايل عند اغلب الناس هي الفيسبوك. اوكي. بتستعملي فيسبوك على التليفون؟ انه ايه اكيد، ما في حدا ما بيستعمل فيسبوك كمان على التليفون. اذا فتنا على اذا فتنا على الاستهلاك، على الاغلب رح نلاقي انه الفيسبوك اكثر شيء بتصرف. اكثر شيء بيصرف. لانه دائما بنكون عم نعمل سكرولينج كل الوقت، عم فيديوز عم يعملوا اوتو بلاي، في كثير صور صار على الفيسبوك. صحيح. سو كثير بيستهلكوا ميجا بايتس، واذا كنا ان كان على الواي فاي او ان كنا على ال 3G او على ال 4G رح نكتشف انه عم نخسر ميجا بايتس كثير، وخصوصا مثل ما قلت هلا بفتره الاعياد. سو اليوم حاحكي بشكل عام عن هول الابلكيشنز، شو الفرق بينهم وبين الابلكيشن العاديه. حفتح حبلش بالفيسبوك لايت. هيدي الفيسبوك لايت عم نشوفها هون. الحلو بالفيسبوك لايت
انه الصور يلي بتفتحهم على الفيسبوك لايف دائما بيكون الكواليتي تبعهم شوي اخف، نحن ما بنلاحظها اوكي، بس الكواليتي تبعت الصوره جوده الصوره اخف من الصوره يلي بتفتحها الابلكيشن العاديه. بيعملوا لها شيء اسمه كومبريشن. اوكي، هولي نحن عيننا ما بتنتبه للفرق كتير، بس التليفون بيشوف الفرق والفاتوره تبعيتنا بتحس بالفرق. اوكي، سو بعدين بحد بيحس الفرق بقصه الفاتوره. اكيد يعني رح ينخفض عنا الاستهلاك، خصوصا اذا كان معظم استهلاكنا على الفيسبوك لايت او على الماسنجر لايت او على التويتر لايت كمان. هول هن ابلكيشنز موجوده بالماركت، يعني بالماركت ان كان بالبلاي ستور او ان كان بالاب ستور، فينا ننزلهم بشكل مجاني. بس التويتر لايت يلي خليني فرجيكم، هي التويتر لايت بعدها منا موجوده رسميا بلبنان، لانه تويتر دائما في اشياء جديده عم تنزل، يعني بتكل بتحس كل لحظه عم ينزل شيء جديد. اكيد، واخبار سريعه وامور سريعه، يعني كمان بتحسها انه بده واحد دغري يتابع معه، سو يمكن هون بيصير في صرف اكثر ولا 100%. هلا نحن بشكل عام ما بنستعمل كثير تويتر بلبنان، بس للشخص اللي بيستعمل تويتر رح يلاحظ انه عنده مصروف كثير كبير. تويتر لايت منا يعني رسمياً. دونالد ترامب بيلاحظ انه بيستعمل كثير تويتر. دونالد ترامب واللي لاحق دونالد ترامب دغري بيلاحظ. تويتيره عالي كثير يعني ترامب. سو اللي بده يفوت على تويتر لايت من لبنان، لانه هي الابلكيشن بعدها منا موجوده رسميا بالاب ستورز بلبنان، بكل بساطه فيكم تفوتوا على mobile.twitter.com. يعني تويتر دوت كوم، نحن بس بدنا نفوت على تويتر دوت كوم، بس بنكتب قبلها موبايل دوت تويتر دوت كوم وبنقدر نفوت عليها، وراح نشوف الفرق بيناتها وبين التويتر العادي. اوكي اوكي، سو اللي راح نحسه اول شيء كمان بهول الابلكيشنز ان كان تويتر او الفيسبوك، انه ما في كثير انيميشن. عاده نحن بنكبس الصوره بتعمل انيميشن لتفتح، بنعمل عليها زوم، بنفتح صبيعنا بنسكرهم، بتبين الانيميشن بطريقه كثير سهله. بهول الابلكيشن لحتى يوفروا استعمال الداتا بيشيلوا كل هالتفاصيل لحتى يركزوا على المضمون الاساسي، تما كثير نصرف ميجا بايت. هلا شغله كثير مهمه كمان عن هاي الابلكيشنز، كل الابلكيشنز اللايت مش بس بتوفر ميجا بايت او جيجا بايت اذا بنستخدم كثير، بتوفر لنا بطاريه كمان. في كثير ناس ما بيعرفوا هذا الشيء، لانه هول الابلكيشن بطبيعه الابلكيشن هي بحد ذاتها هي كمان ابلكيشن خفيفه، بيكون استهلاكها للمعالج تبع الديفايس تبعيتنا ان كان التليفون او التابلت خفيف كثير، والرامز استهلاكهم خفيف، يعني ما حيبطئوا لنا التليفون. هذا الشيء كثير منيح لمين؟ للناس اللي عندهم تليفونات شوي قديمه. يعني اللي بعد ما قدر يعمل ابجريد لتليفون، او اللي بعد ما جاي كادو هلدا العيد على التليفون، يركز على الفيسبوك لايت على التويتر لايت، لانه حيحس انه استخدامهم اسرع على تليفون قديم. اوكي. هلا شو مشكلتهم؟ تنقول هن هول الابلكيشنز، يعني ليه ما كل الناس بتستعملها؟ حتسأليني اذا ما بيصرفوا كتير ليه ما كل الناس بتستعملها؟ اول شيء منهم كتير حلوين، بسيطين جدا. يعني انا اذا فتحت الفيسبوك لايت رجعت رح لاقي انه ماشي عم شوف، اذا قارنتها بالفيسبوك العادي رح تكون كل شيء مبسط شوي، غريبه عن الفيس الابلكيشن العاديه اللي انا بستعملها. استخدامها بيستهلك داتا اقل ولكن ابطا. اوكي، لانه الطريقه اللي بيعمل فيها كومبريشن لهول الصور بتاخذ شويه وقت، فتيعطيني هاي المعلومات بتاخذ وقت اكثر. يعني الانسان المعود على الابلكيشن العاديه حيفوت على هاي الابلكيشن حيحس الفرق كثير، حيحسها كثير بايخه. اوكي، حيحسها شوي بطيئه بطريقه التفاعل معها، ف ما كثير راح يحبها لهي الابلكيشن. بس اذا عم بفكر باشياء ثانيه يعني كمان بتريحه اكثر. اكيد، وكمان اذا ما كان شخص بيعتمد كثير عليهم يعني بنهاره. 100%، 100%، خصوصا يعني في الواحد كمان يكون عنده الاثنين ابلكيشنز، يعني الفيسبوك العاديه والفيسبوك لايت او التويتر لايت كمان، ويستخدم اللايت لما يحس انه قربوا يخلصوا الميجا بايت من عنده، او لما يحس انه الانترنت بطيئه. يعني هذه كثير مهمه كمان لما يكون عندنا او نحن متواجدين بمكان الانترنت فيه بطيء، كمان الفيسبوك لايت حنحسها انه عم تفتح لنا الصور اسرع من الابلكيشن العاديه. أوكي، الرسميه. هلا كمان شغله تانية رح نلاقيها للناس اللي كثير بيستعملوا الفيسبوك او التويتر، رح يلاقوا انه في فيتشر او خصائص ناقصه. يعني في قصص هون ما بقى فينا نعملها.
هولي من السلبيات اذا بدك. مثل اشياء مثل شو يعني مثلا اللي اشخاص كثير بيستعملوها؟ يعني في كثير تابز منا موجوده نحن نعملها، ما حنقدر نشوف اذا نحن عندنا صفحه خاصه فينا، ما حنقدر نراقب الاعلانات اللي حاطينها. يعني هي اكثر فيتشرز للاشخاص البروفيشنال يلي بيستعملوا الفيسبوك بشكل لشغلهم. اذا بدك رح يكونوا حاسين انه في كتير فيتشرز ناقصه ما عم يقدروا يلاقوها. صح. للشخص العادي ما كتير حيحس بالفرق الا مثل ما قلت لك يعني بالشكل وبسلاسه الابلكيشن، لانه هي باستخدامها منا كتير سلسه، ان كان كتويتر لايت او ان كان كفيسبوك لايت او حتى ان كان كماسنجر لايت. بس بيوفروا الفيديوز ما بيشتغلوا تلقائيا، الصور مثل ما قلت بيجي حجمهم اصغر وما بيسهلكوا كتير ميجا بايتس، وما بدهم انترنت سريعه لحتى يعملوا لودينج. اوكي. وهيدي كانت نصيحتنا الكبيره لليوم لننزل هول الابلكيشنز اذا بدنا نوفر شويه ميجا بايت. وعندي نصيحه خاصه للناس اللي مثلي ما بعرف اذا انت اللي بعد ما بيعرفوا شو حيعملوا على راس السنه. اوكي. انا ما عندي هالمشكله، واصلا انا ما بيعني لي سهره راس السنه، بحب اتجمع مع العائله، هيدا اهم شيء. ليكي ولا انا بس كل ما قد ما الناس بتسال شو عامل على راس السنه بتحسي حالك لازم يكون عندك جواب. عيب ما يكون الواحد عنده جواب. صح. ما بعرف كثير ناس بيعطوه اهميه كبيره وبيحبوا يسهروا راس السنه وبتفهمهم، يعني كل شخص عنده اهتمامات خاصه فيه. اكيد. سو للناس اللي بعد مش عارفين كمان نفرجيكم شغله على الفيسبوك، الفيسبوك عم تعمل لنا مشكله هون، سو حنفتح الفيسبوك لايت. للي بعد ما عارف شو بده يعمل، نصيحتي لكم اليوم بتفوتوا على الفيسبوك، بتفوتوا على المنيو، راح تلاقوا اوبشن اسمه ايفنتس. اوكي. بنكبس على الايفنتس راح نقدر نشوف كل شيء عم يصير حوالينا. راح نلاقي مطرح اسمه ديسكفر ايفنتس نير يو، اوريدي شايفين بلشوا يبينوا القصص، بلشوا يبينوا الاشياء تبع راس السنه. اوكي. ديسكفر ايفنتس نير يو يعني فرجينا شو في قصص حدنا، وراح يبين عنا ليست لكل الايفنتس اللي خاصه بالنيو يير وغير النيو يير موجوده هون على الفيسبوك، وصار فينا نقرر نعمل شوبينج لوين عبالنا نروح. فعلا هيدا الشيء، يعني كمان الايفنتس على مدار السنه بيكونوا موجودين، يعني بس مثل ما قلت اذا واحد محتار وبده يعطي جواب وهو بده يعرف حاله شو عامل، الايفنتس بتساعده بخلال كل السنه ونهايه كل السنه. بس اليوم هلا عم نفتش على شيء. اكيد اكيد. نحن ان شاء الله بنرجع نشوفك السبت الجاي ان شاء الله بختام السنة او ببداية، لا بختام السنة بنكون بعدنا ما خلصنا السنة، بختام هالسنة. اكيد شكرا كثير لك علي وينعاد عليك يا رب وعلى الجميع. رح نتابع بعد لحظات محطاتنا المفصلة مع الشيف محمد، خليكن معنا.